عند الوحيدي وفي شاي الوقفات وفي شو عندك وفي مال معيط لصاحبي مفطر ما عنده وفي شاي بتروح عند ويا صاحبك معيط لك الصابر وطار شيء ما يعيك انا صاحبي انا متفني مخسر الدنيا يا ما يعيك يا باش تدخل شي ما يعرف ما هو يرفع ولا يجي حد يستمر يعود ما يستمر منه والله لا شحيتني انا صاحبي والله معيط لصاحبي ليه مش شايل مال اللي فاق مع الخط ما كان شي شي الوقت الحق جاي منه شايل اي شيء عشان الحق شوي وقت الحق واجه واجه ما في مشكلة قال الوقت بتلاق عني اللي بتاعت تدور فيه ما نقدر نفطر معاه دار محد اللي فيه الفطور لا نقدر نفطر معاه ومعاي رواقي جايني ضيوف عندي صاحب عزمته قطع عني يفطر معايا غير بعد اللي الوقت ما نقطع في لين شيء أو ذاك فاتون أنا ما أفهم السلام عليكم ورحمة الله السلام مرحبا مرحبا احمد مرحبا واخيرا يا جمال يا الخير يا سلمي يا جمال يا خير هاي مطر اشطري يا جمال سلمي سلمي شدتنا الشان سلمي اشطري يا جمال يا خير يا جمال سلمي حتى ودي سلم اشطري انت وراك عايز تتفضل يا جمال سلمي يا خير ما في يا خير اشطري يا جمال يا خير اشطري يا جمال هو لا سمع الاذان وباحه يعني ما تبعيد ما تبعيد لا دقيقة والله انت قول يا جماعة لكن السلاطين العود هنا يركزوا مثلا لذاك الالهي يلي يفرق لامتي انا وانت يوم باجي قلنا الشغله وشتتنا لا تطري لي قدامك وش ما اسوي الشغله يا ما شاء الله ايش طاري لي قلت لي يا قلي بس وش ما اسوي ياك مالك حاسس الحمد لله ما شاء الله يا قلي بس ما شاء الله وش ما اسوي اهل الدار ياك ما يجعش تبارك الله يا قلي خير عليكم كاملين ما شاء الله الحمد لله طيب دار قاسي بادي نهار ماضي ايوه يا كذا خير قلت له ابدا انت كل ليله والله لكن عيط لي قاش يفطر معي عيط لك تفطر معي انا طبيعي الصوت دائما لا كيف يسوى معي حد يسوى معي وتم افطر معي وتم تمشيني ما شاء الله انت لو راك لا وحده حق بعد ما شاء الله انا تفطر يسوى معك حد يسوى معك حد لا وحده قال عني اسمح لي يعني كل انا خطر لا تجمع انا ماني فاطره لا تفهم خلي طيبت انت الزبده ذيك شح انا كذا ما حالي الزبده ليش صار هذا كان واحد ضرط حكاني ضرط حكي كل شيء بقيت هذا ايش صار قاع سدا حالي قاع سدا يا اخويا ايه كل شيء ما قاع سافر من بعد يا صوفي بوي انا بعد حربت شي معك اي جهه ما ولا افطر واحد يا مو يا عملك ما تضل وحدها لا وحدها يا بوي عملك بوا وحدها ما بوي ما عين عليك ليه عندي ايه قال الشيف قال الشيف لو هم منها ما كنت ثاني ثاني ايوا انت شتي تخرس الصا قلت له اذا محمد امين اه منهم لا راجل يشتغل معنا احنا ها راجل يشتغل معنا احنا انت قلت له شي يا اخو ما بتنا ما بتنقدر ما الحمد لله راعي مطرح انت كان مطرح قال له تمه شو ما صار الشغله شغلين خرف قدامك يا اخوي احنا معنا شاه ليه شاه احنا معنا بنت شاه ليش يجيبوا لكم لانا عشان شوي سبق انت ما تحاني بعد السوق شي لانا مست شوي واخذ انا بدي اشكي ان هذا الراجل بعد ما وجه الحق قررت الخلع راني قال عنه الفطور ورطته عليه راجل يسقي هذا من تلقات الفطور لا وقال ما كاس النتايج الا قال شاه شاه جاب مني في كاس صرابة قال أنا ماشي ما كان ماشي غير بهلا أنت أو شوفي زينب سمع داني يقول عنك جينا هون في لقيت حال قاعد فيهم ربي لو استيت هل زينب يوم وليان داني عوده بني هو ماني عايد حلاق قاع يا مائدة قد يوم لا زفتي وش بعملها؟ وش بعملها عن المائدة التالي؟ وجد لك رسول الله التمر ضاق من هلا ما قد شفت التمر أنت أبدأ وضاق من هلا ما قد شفت التمر شوف يضل راح عنك التمره رد عنك التمره في بيدها لا يعني رد عنك التمره ضيف راحتنا قاعد فوق شاه ما قد تسمعها قا بر شاه لا لا يشاك شاه ما قلنا فلك يدفها من اللي يقول يعرف كان عندك مشكلة ما يجيب من الكاس اللي يقول كاس ايش كاس جاب لنا ما يجيبوا لي ما قال لك انه لا يجيك ما تبرد علينا لين يجيك سيبوه سيبوه سيبوني ها قالت عنه ليه يمشي بأفر؟ شو بيه شواء؟ احنا ما تروقنا عشتك كافي تلك لا 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 أمبي 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 اوكي سيبارت شاف شاف ليه فاتت صوت وصوت عيط عيط المرة أخرى ليه؟ شاف والله بعد شاف اللي تخرب منك طريقة مانعة شاف وي مسير؟ ايوه مرحبا أردف وي جيسير؟ ها؟ حتى شاف الورد مولي أردف راعيها؟
شك طرانا احباري قصر عمري ما يعطيك من المحور منك براحتنا شك ما في استاسيو انا جاي تانك تور التانك جاي تشرشي ارضي دوك طرانا بي ها بي باشا لكسور ما مكسور هم لكسور بقى لو كنت هم اللي اشبع لبان وي كل ارض ايوه هذا مبوره وكل به ارض هذا شنو كرينكس يا طارق يا ملك حضرتك انت كيف ورطت هو ورطت هو انتوا طيب قوم انا نمشوا بقى مرسي 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 بس بعدين طرموا خويا ايوه مرسي مرسي بوكو مرسي شنو اللي يديروا لك كوكا وهذا مبور وهذا التمر اللي يديروا يا اخوي اتري هاي نسوي لك يا اخي ايش فيه ايش فيه دال حروف هذا تبقى توكي دال هنا على بعض دال حروف حني انا ندو لك لا لا خلني انا ها قاعد بالك خلني انا قاعد بالك انت كنت تسمعني انت قاعد بالك فهمتني انا فهمتني قاعد بالك قلت لك نعطيه لك انا خلي عنك انت يا عندي والله ما تمسي نعطيه لك انا حلف انا اقول لك والله ما عيني لدي تفصلوا دار مفتصل هون وذكر رسول الله يا ارحم الراحمين الصميان وهذه المرأة يا مولانا الشام الشام مفتصل يا مولانا شاف شاف وين مسير شاف وين مسيا؟ أبي أبي شاف شاف شاف. أنا قاعد بقول الزقرين، دق بقول الزقرين أنا قاعد. شاف. قاعد بقدر. شاف. ما فهمنا. تفراسي تاع كامرا ولا ما ليها فهمها دلو دلو دا هو اللي دلو بتجد انت قاعد عندنا في قلبك علينا يا فرد ما يعني دورنا Fais attention, attention monsieur, attention ça c'est très cher. Très cher, on a même un sou de très cher au moins. Très cher les gars, là vous êtes très cher. Non, non, tout ça. Hein? Tu passes par le... ايوا قرع تغبات منه ايوا كايس او خلص طفله فدم كايس ادق دقت حال الناس ليش باستا بلاس نعم لا انك دي ادق دقت حال جنن انت يا مال يا تقاني طول عمرك شرط طيرتينا الدنيا صابني ما عيني نو 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 ساس 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 ما يعني ساس لمشاكل اسريه انترما مدام اوكي ها لا بعد ما في شيء لا يفقع عكم مدي عادي يا عملك تو لا قجع وتو ما يا عملك يا حالي انتي شنيتي دق انتي يا من ادم اللي معدل هذا من نعمه مولانا شوفي لا كبيض ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر انتي شنو كذا ما كان هو لا شرب تشرب انت هو معدلون نحن وما يوكل البطارين ما يوكلوا عندك هذا يا ابني وينو عندهم الشارع بعد مرك حرام عندهم شغل عدل وانا ما قطع ما قطع تفصل هي الماء قطعه من الشق مجد تعدري هذه انت يا خالد انا قطعت كل فاضي قطعت من شقه قطعتني عندك في طول يا قاع ما قطعت حد طاق شي السلام عليكم السلام عليكم شي قاع كسرت قلت حالي ناس دقدقتهم شوف حالي نقول لك حالي معاك هاي ما كنت ثاني ماني نقول هذا هو حالي نقول لك تم واقرا وادي البراني انت ادبي ما تينا نقيسهم قاع معاك اوف تم لا تقيسهم ما هو باس لحق عمري والله لحق عمرك شنو انا فيك يا اخي يا اخي الدنيا كامله ما لقيت شيء اخوي ترشح حق المشاكل انا ما هي هنا حركه بدنا في الدنيا دي يعني ما هي نعرف هاي ذاك الروايه شنو هي اللي مليون قابلني فيها رخبه ما نبوش من هون اللي نعرفها اللي نلوقها نرى بعد قاعد هي شنو يا الشيف ولا ما راي شيف ما يعني دي شا وكثير ويا داخل مخلوق طرح على نية لا ملاهو في قريزين ولا في رواية ما يحدث شنو